مرحبا بكم اعزائي الفلاوان، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح، وان شاء الله تلقايكم لا فيديو تاع اليوم كامل بخير وبصحه جيده. اعزائي الفلاوان مرحبا بكم، وانا راشاني مرحبا سويدي تاعنا جديد، مرحبا سويدي لاني جديد تزوله وندير نعطيكم صحه سيسوني تاليا سيسوني صافون سيغ ثاني ميرسي. لا فيديو بس ان شاء الله تولي من لا روتين هي واش خدمه وكلي شهقه وكلي ان شاء الله يعبي وندير جيم تعجبه وندير لايك اكدو كومونتير اي دي تونكوراجين. فوالا كيما قلت لكم خياتي بالنسبه للفيديو تاع اليوم راح تشوفوا معايا روتين بزاف شباب مع خياتي، ان شاء الله يا ربي راح يعجبكم. الى عجبكم خليوا لي جيم وتانيك الكومونتير اللي راح يشجعني. على بالي بلي راح تسقسوني كامله على الروبا لي لبستها، راح نوريها لكم هكا برك. هذه هي الروبا تاعي، يعني شغل طويله هكا للتحت شابه والله العظيم، غير شابه بزاف باش تخرجي بها ديجا مليحه. وين شريتيها؟ عند اختي مريم شريتها في حانوت تاعها. شحال كي سولت لنا؟ 100 سنه. علاش كي شحال شبح سامبل، يعني شحال شبح سامبل وشباب بزاف. المهم خياتي دركا راح نخليكم مع هذا الفيديو، مشاهده ممتعه للجميع. دركا هنا يا اختي راهي تدير في المشطو، راح تدير جوز يعني شغل بطريقتها شحال بنينه، على خاطر كليتو عندها كليتو عندها شحال بنينه يعني عنده. المهم انايا ثاني راح ندير حاجه واحده اخرى، ما راحش نديرو هذا برك. اكيد كنت تدينا هذا كي تحدي تولم تولت مثلا تخدم موش تخدم لاصوص كي كان موش شغل جواز شحال يزيد التفاصيل راح تبارطاجي كنت ميم واكيني مي تجوال غادي نفذو حاجه نيرون غادي نفذو قفلت يوت الحاجه نيرون ومن بعد غادي نكمل لاصوص. شوفوا حيتي دوك الحاجه الاولى بالنسبه للماكله تاعي، الحاجه الاولى اللي راح نبريباريها راح نبريباري لاصوص شغل هذا كحاشو. عندي هنايا حبه تاع البصل كيما تشوفوا، عندي 5 حبات تاع البيض البصل، وهنايا عندي الطماطيش ها عندي قيس 7 حبات تاع الطماطيش الى 8 هكاك. دونك راح نقشرهم كامل ومن بعد راح نولي ليكم. دوك هنا يا خياتي كيما راكم تشوفوا راني كملت من الطماطيش وكملت ثاني كم البصل، دوك راح نجيب الماء باش نشللهم كامل. كما تشوفوا خياتي راهي دارت هكا كميه قليله من الماء ودارت المشطو فيها كما راهي بان لكم، وزادت برك شويه من الملح. اسول صانو زون ديال هذاك ها هذا شنو هذا ما انت هذا نوض ديال الجواز منين الجواز تاعنا راح طيبو باللحم تاع البقري، خبيناه في الكونجيلاتور درنا له برك سيلوفان ومن بعد خبيناه في الكونجيلاتور فوالا. دوكا رانا نديناه باش يذوب شويه ومن بعد راح تبدا تدير فيه. دوكا هنايا خياتي كيما تشوفوا راني حكمت البصل تاعنا وراح نقطعو هكا شرائح رقيقه بزاف هكا رقيقه مليح. اكل كنت ناتي حليت هذا كي تبصل قلنا هذا الضف كيكي اثنين زعما كنتي شريحه مليح ايوا كلاتنا الديوب كنا ديوب رابيد مونشوج كونتاج يا اخي الله كي قلت شي لا الحين نخدم تشكتوكه البصل بالطريقه اللي نطيبو تشكتوكه تاع البصل والله العظيم غير بكاني هذا البصل والله العظيم السوريه في حدايا البصل كنجي حمدي دورا اذن طف طوماطيشي في الدومات سيلين مليح ومن بعد استخدم مكاكي ومن بعد استكيمو كاكي مليح حتى سلامي طوديك حتى تلقى الساعه مليح يشجب شكري تيجي الطوماطيش تاع يشرم لزوران فهمتي صافي استخدم توكاكي ابري
كيف دونك المهم تحليت انا كنت لا تكمدا كي قصام دونك ما كسدك ايش دماك اهنا يا اخياتي كما قلت لكم بالنسبه للطوماطيش راح نسيها هكا نجوز عليها هكا كامل بالمساعده ومن بعد نبدا نحي لها القشور سيتو لا كاليتي تاع هذه الطوماطيش شغل بزاف عندها قشور قشور شغل بزاف فهمتوا صافي لازم نحيو القشور اسمك شو كنت تعيش المجي مجي ومن بعد ما استكسمتو كي شجم اداوم فتدي زمم استي زمم ساكي كي تكاني تمشطات ومن بعد كي تنحو لها القشور تاعها هكا تحكموها وتقطعوها قطع صغيرة هكا بهذا الشكل ها هكذا اكي قلت لي حبيت تزيدو سكلي استعملو فرو خدي اكي ديو كلاس كيما درت الطوماطيش هادي ناض نسيت ما دارتش سنينة تاع الثوم يكسوه اقول ثلاثة ورقات تاع الروند باش تجيب هذيك الريحه والملح ياه الملح انا قلت ومن بعد الجوز يكسوه لي شي تخدم دوك يسمو قارون يسمو يسمو قارون تسمي السرفسر تي شويه تاع الشرت طوماطيش فلفل بالكين فليفله فلفله زبقه شنو نظن فليفله شطح الكمون فليفله حتى عند لاك تي شيرت موش تو حماش تي شيرت عند لاك تي شيرت تاع الكومونيكين الزيت زيت نصونغو وقدا رونديك يقدا روند روكو واش زعتر كوزا زعتر حمراء سيره زعتر طوماطيش تقبش حتى تكونجلي قرا ما مفجر هكا شويه صافي كي تقور تحمري ما تسيت كونجلاتور كي قرا سيه رسكن زيت نصونغو انا زيت تمر فاسك فاجي ديرو في السير انت تحمات سيت تيرمو تخدم لا راه خير لا صح حتى في الاكسبليكاسيون هيك يعني شي عصور المهم هنا يا خياتي كما قلت لكم بالنسبه لاصوص واش دارت كامل عندنا اللحم تاع البقري وعندنا البصل وشويه من الثوم والطوماطيش هنايا كما راهي بان لكم والروند وبالنسبه لي زيبيس واش كاين كامل دارت فلفل عكري راس الحانوت مع الفلفل الكحل ومن بعد زادت ثاني شويه من الكمون على خاطر قالت لكم الماشطو تحب الثوم وانا يا كي ندير الثوم نحب ندير الكمون فوالا شويه برك ايفيدامون ومن بعد هنايا عندنا طوماطيش تاع العلبه كيما راهي باين لكم هنايا ومن بعد راح تزيد شويه راهي تستناها بس تذوب شويه هلا وبالنسبه للماكله تاعها هي سي بون راهي كملت منها مزوزيه مش كيستي زعما تاكلي كي ديجا انا ميوفت تشا زودي اصلا زودي اصلا زودي هاك ادقجو لي فيه تصب مغار بطاطا داخل هاي مثل شوك طوماطيش نديرو في سنين ساعه نخدم مجمج حشويه كامل المجح هكا يجي دروك هنايا بعد ما كملنا خليتي من الطوماطيش والبصل راح نديرو في التوابل عندنا الملح عندنا فلفل كحل شويه برك عندنا ثاني شويه من راس الحانوت راس الحانوت نزيد عندنا شويه راس الحانوت اكل فلفل ازكو عاده ومع شويه من الفلفل عكري بيان ديروا التوابل اللي حبيتوه نتوما نورمال هنايا شغل ديروا التوابل اللي تبغوا دوكا راح نزيد شويه من زيت النباتي هكا راح نزيد شويه هذا نوع تحدي شطح من زيت لونسونغو هكذي استنى وقت كان فيه اثجان نقجو دونك هنا يا حياتي راح نخلي البصل تاعنا مع الطوماطيش يتقلاو ومن بعد راح نوري لكم شحال من الكميه الماء اللي راح نزيدوها راح نخليه يتقلى ومن بعد راح نولي ليه
يا خيتي راح بيان سور الحشوه السيبو راني درتو دركا راح نوليو للكسره. بالنسبه للكسره واش عندنا؟ راح نحي هذا الملح. عندنا هنايا كيلات تاع السميد كيما راهي باينه لكم، زوج كيلات تاع السميد حبيت نقول، زوج كيلات تاع السميد، نص كيلة فارينة، وهنايا عندي نص كاس زيت النباتي، هنايا عندي الملح، الملح خيتي أنايا درت مغرفة صغيرة تاع الملح، مي نتوما ديرو حسب الذوق، هنايا عندي نص مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، مغرفة كبيرة تاع السكر، هذه هي هذه هي المقادير المضبوطة اللي راح نعطيها لكم، أكيد متناعت حدا، إذا كيتو راه غنعد الكسرية كي نسعى سنة الكيلات. نسمي ذا جماس بور نورمال، لاقي ساعة نص الكاس الفارينة كاس وليف، نص البول الفارينة، لاقي ساعة الملح شوية الملح، نص طنجيطة مقرنة طنطرونيا نغيغوس، لاقي ساعة طنجيطة مقرنة أون سكور، لاقي ساعة نص الكاس الزيت أون سونغو، الحاجة تمزو ساعة خدمة الخدمة أورنا نخدمو كوراكي، أنا نو الفارينة. انا الفاينه يا جيني انا لو داونت سكراكي قلت من الحقيقه طونيك دونك هنا يا خياتي راني درت كامل المقادير نواشف هذوك راني درتهم كامل راح نحي هذا الخاتم دونك راح نخلط كل شيء هكا بهذه الطريقه حتى حنا نعاود كل شيء كي جيني سلامي طوني جيني انا لو ويش غوز اليابس في اليابس كنقارن ومن بعد ادخل معاك الشطوح يتجلس لك كي اسخذ ماء الزيت هكا دونك هنا يا خيتي راني زدت في الزيت النباتي ومن بعد راح نبدا نخلط هكا بهذا الشكل راح نسيي ندخل الزيت تاعنا في السميد تاع حنا السياوك الشموك الزيت هكا يدخل بور هكا السياوك كي اسف السوق كي يجيك او نجي سلامي طول هكا هكا اها هكا كيني فصون الكسيري قلني المحشية به بها تصل شمتت اش حال تزيد وش كشي وعن الناس يعني تزيد مليح مليح تستوي في ستاج بحار تستوي في ستاني مور فرام تستوي في ستو خدم داونت تجها مليح مليح حتى تحوم في سكن هذا سي بون. دونك هنا يا خيتي راح نبداو نزيدو في الماء وبيان سور الماء راح نديرو شويه بشويه حتى اللومو لا جينا تاعنا ديك كيف ديك كنت دينا انا نوم انا نوم ثمان ستة وستة كان انا من جمال لا جينا كينا او كينا انا كنت ديما كي ديك تستوى في السماء خديمه تستوى في السماء الحاره تستوى في استفكرتي ولا وين كنت انا انت روحنا ما روحنا لا كوج نعش وخليك تستوى في مكلي السن انا يا خيتي كما قلت لكم هاد الكسرات تقدروا ديوها للبحر تقدروا ديوها للخدمة تانيك كي تروحو هكا لجولة خفيفة بزاف دونك هنا يا خيتي لاصوص تاع المشطورة هذيا وانا بالنسبة للحشو تاع الكسرة تاعنا راح نزيدلو شوية ماء شوية بر شوية قس نص كاس هكا من الماء راح نخليه يطيب على غابو اتجاه تحبي طليب الغابس تسوي تسوي كان اما فخ دوك دغيا باوك في سيوك جو فسوزني بيان طماطش نيوك دا نسوزي هكاك تاز دالا المقانس نغاسي بو نظر جو كان نجيب لاصوص هكي نكمل نكمل الكسرايا كي هنايا رانا مرقنا الجواز تاعنا اللحم تاعنا رانا مرقناه راح بعد ما خليناه هكا يغلي راح نغلقو على الكوكوطا بعد بعد ومن بعد هنايا رانا وجدنا زروديا وجدنا تانيك المشطورة نصفيناه من الماء صفيناها من الماء
هنا يا حياتي بعد ما خلينا الكوكوطه تاعنا شغل خليناها 20 دقيقه ودوك رانا حليناها دوك راح نزيدو في الزروديه. الزروديه قلت لكم قطعناها هكا شويه طويله. عندنا ثاني هنا المعدنوس شويه المعدنوس، ومن بعد راح نخلي هنايا دوكا حتى تطيب الزروديه تاعنا باش نزيدو في الماشطو. دوك هنايا حياتي بالنسبه للماكله راح لي راح نديرها الكسره محشيه اللي راح نشاركها معكم. كل شيء راهو واجد، الكسره سي بون خليتها ترتاح شويه، وبالنسبه للتشكتوكا سي بون طابت فاصون الريحه تاعها واش نقول لكم عليها، تعبق الدار بزاف بزاف بنينه. ومن بعد هنايا عندي الفرماج، فرماج هذا خياتي شغل سبيسيال تاع لي ساندويتش، ديجا مام هكا الاسم تاعو ساندويتش، راح تلقاوه الاسم تاعو ساندويتش. يعجبني هكا كي نديرو في الماكله. دوك هنا يا خياتي الحاجه الاولى اللي راح نديرها، راح نرفد هكا بول تاع كسره كيما شفتوا. بالنسبه للكسره قسمناها على ربعة، على خطا راح ندير زوج كسرات محشيه صافي، كل كسره نسحقو زوج بول. الا دونك هنا راني شديت الكسره الاولى، راح نسي هكا ندورها هكا بين يديا باش تتصقم. ومن بعد كي نصقمها راح نبدا نطاليها باللولو هذاك. اكني كنت ناس حدا اذا قلت لها كلشي وجد استوريمت تشكتوك انا خشا كنت ديني خصطيس الزاد صغرهم كان زعما بس شمست ابوي دا انت كساني سي بون توجد جاست ستاف شويه الفرماج كي انت كنت فرماج ني لا ماركي ست فيلم ساندويتش ديت فيديوز ابري ثوراق دا كي سدنا كنت ادخل مسنات الكسرات صافهم كل الكسره نحوج دي السنات اللي بولا متي كيني بضغط سوا سوا في ربع بورد ميزان بضغط في ربع. ومن بعد كما صيغ هذه طاليغ تاع مزوره وتاكي اتسال صغيري. ومن بعد سنوخ شو كان يشوف لا سنو دان شطح فرماج يوا كي نبدا وانا انتي كنت نظن لابو اللي في سنه دان الكسره اتي طاليغ وكذا انت بيان يوا كي نسخذ ما سوفلا دانت اتسال سوفلا نشكتو كاني. هنا يا خياتي قلت لكم بالنسبه لابو الاولى راح نطاليها كامل، ومن بعد راح نسيها هكا نشكلها سوا سوا دائره، ومن بعد نخليها للطرف وندير لها هكا تشكتوك وندير لها تانيك شويه من الفرماج. هذا الفرماج خياتي انا يعجبني بزاف بزاف في الكسره هذه. ومن بعد راح نطالي الكسره الثانيه باش نغطي التشكتوكه تاعنا هكا من الفوق. ومن بعد في حداي ادخل مع لابو نيتي سنات الكسره ايوا كي نضغموك كي تشكتوكاني اي مالا. راح نخليكم شويه مع الفيديو باش تشوفوا بيبري واش درت كامل، ومن بعد نولي لكم ان شاء الله. اكني كنت ناتي حداي هي كنت تجي شطح كل فيديو قرينا كنت دوكا مشي ناخذ ما، ومن بعد دوالا كنت ان شاء الله. ومن بعد دوك هنا يا خياتي بعد ما غطيتها هكا من الفوق راح نسيي نثقبها هكا بالفرشيطة بهذا الشكل، نسيي نثقبها بيان. ومن بعد راح نديرها داخل المقلاة. انا جبت هاد المقلاة شغل اللي عندها دي طري باش شغل حبيت الكسرة تاعي تكون عندها يكون عندها لي طري هادوك شحال شابين. دوك هنايا راني قلبتها من الجهه هذيك اللي ما عندهاش ثقب، باش اللي عندها ثقب راح نحطها كش فوق المقله. ومن بعد راح نجيب الفاشيطه كيف راح نثقبها تانيك هكا من الفوق. ومن بعد بالنسبه للنار خياتي انا درت هكا نار خفيفه على خاطر لو كان نديرها قويه ما راحش تطيب لنا الكيسه تاعنا للداخل، فهمتوا؟ هلا دوكا راح نخليها طيب ثلاثه حلايه اللي قلنا كاين خوتي الناس جا شطو حتشوب. ومن بعد الدوغاجا اغوروس هنا يا خياتي بالنسبه لاصوص تاع المشطورانا نحيناه اللحم هذاك نحيناه، وبالنسبه لاصوص رانا زدنا في المشطور درك راح نخليهم هكا يتشربوا شويه هكا باغيتهم، ومن بعد راح نتقابلوا في مائده الافطار باذن الله.
هذا قنيه كما صات حدايا سي بون ما كراني يتخدموا نتوما داين استوجديتي دوك لي تو هادو غادا غالكسريكي ينو كتاتيد يعني ناخذ شحال الزيت وانا نسيت حدا مشيت تفا سورتو سو فارماج ني سانو غادا خرجت فغد الزيت تو هذا كيت في دروك كيجي لي تريونغ لي كاست وليمس ايوا كنت فاضان تشبح دروك هنا يا خيتي كيما قلت لكم بالنسبه للكسات تاعنا خرجت شحال شحال بنينه بزاف دروك راح نقسمها هكا على شكل مثلثات باش تانيك تخرج هكا بنينه وتانيك الكسه هذه بالبنه تاع الفرماج واش نقول لكم عليها يعني بنينه بزاف بزاف دروك هنايا راني كملت الكسه الاولى وبالنسبه للكسه الثانيه راح نخليها تانيك تطيب وبعد دوكا راح نوجد في الفطور راح نحط هكا كامل كل شيء هكا فوق البوطاجي باش نوجد كل شيء ونفرح خياتي ونفرح اخواتي تانيك ونفرح يما بالماكله تاع اليوم ولا بالفطور تاع اليوم دوكا هنايا راح ندير لي فريت ومن بعد راح ندير لاصوص تاع الماشطو راح نزيد تانيك اللحم هذاك ترجمة